من الاسماء الاتي ذكرها يعني كارلو انشيلوتي، بيب جوارديولا، يورجن كلوب، وخليني اقول انطونيو كونتي مثلا. مين المدرب الافضل او مين المدرسه التدريبيه الافضل من وجهه نظر ويلي سانيول؟ الميور انترينور سي سولي كي المدرب الافضل هو المدرب الذي لديه افضل فريق. ساكون صريح معك بهذا. يوجد مدربين رائعين ومدربين قادرين على الحصول يحصلوا على ألقاب كبيرة في تشامبيونز ليج وفي بطولات مع المنتخبات القومية، ولكن هم فعلا مدربين كبار، ولكن هم أيضا ولديهم لاعبين رائعين. يوجد اختلاف من كل مدرب ومن طريقته ووجهة نظره، ولكن الفريق الذي يكسب هو الذي يمتلك دائما المدرب الجيد، لان النتيجه المدرب الذي يفوز هو المدرب الافضل من وجهه نظري. ايا هم يوجد حاجات الاشياء المشابهه في بعض المدربين، ولكن الفوز هو العامل الحاسم. لكن بالتاكيد انت تاثرت، او بالنسبه لك وانت بتاخد تجربه التدريب في رول موديل، في مثل اعلى او في قدوه او في حد انت بتستلهم طريقك واسلوب تدريبك منه حتى لو ما كانش بيدرب حاليا؟ إذا قلت لكم في كرة القدم يوجد دائما لاعبين كبار، مدربين كبار، ما يلهمونا ويعطونا الأمل، ولكن ونحن نتمنى أن نقود الفرق مثلهم، ولكن في المنتخبات الوطنية شيء مختلف، ليس مثل فريق، لأنك دائما في تواصل مع لاعبيك، لأنك شيء معقد أكثر، لأنك تراهم مرة في شهر ومرة لا. ولكن يوجد، أنا أحب أن أكون مدربا لفريق قومي، هذا شيء رائع، ولكن هي لا أستطيع أن أقول اسم بعينه. طيب خليني أروح معك للكرة الفرنسية، وبعيدا عن كونك مدرب أو مدير فني لمنتخب جورجيا، بالتأكيد حريص على متابعة لاعبيك، لكن ايه اكتر دوري بتكون حريص على متابعته؟ ايه اكتر دوري بتشوف ان هو الدوري الاكثر قوه او الاكثر امتاعا على مستوى العالم؟ اعتقد في الدوري الاقوى في اوروبا هو، ساقول الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي هو يوجد عدد كبير من المدربين واللاعبين الرائعين القادرين على الفوز بالبطولات، لكن اذا تحدثنا في اسبانيا يوجد فقط الريال وبرشلونه، في المانيا بايرن وبروسيا دورتموند، وفي فرنسا لا يوجد الا باريس سان جيرمان، ولكن في انجلترا يوجد مانشستر سيتي، يوجد ليفربول، ارسنال، تشيلسي، احيانا توتنهام، احيانا مانشستر يونايتد، يوجد العديد من الفرق الكبيرة القوية، لكن لذلك المنافسة والمستوى المنافس أكبر بكثير في إنجلترا. ولهذا أنا أفضل مشاهدة الدوري الإنجليزي، لأني دائما أرى المباراة الكبيرة. يهمني أخذ رأيك في الدوري الفرنسي، وهل فقد الدوري الفرنسي جزء من 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 بريقه أو من لمعانه بعد رحيل نجوم بي إس جي، نجم بحجم ليو ميسي، نجم بحجم نيمار، نجم بحجم ماركو فيراتي، حتى سيرجيو راموس رحل أيضا عن صفوف البي إس جي؟ لا أعتقد هذا. أنت تعرف أن الجميل في كرة القدم يوجد دائما اللاعبين ويوجد دائما المدربين، ولكن كل اللاعبين يذهبوا، كل اللاعبين يرحلوا، ولكن كرة القدم تبقى. كرة القدم تبقى مهما كان اسم اللاعبين الذي ينتهي، ويوجد واستبقى الدوري، يعني سابق الدوري الفرنسي دائما لافت للأنظار. يوجد في باريس سان جيرمان ومارسيليا، ليون، موناكو، يوجد دائما الفرق الكبيرة أيضا، مثل في مصر يوجد الأهلي، يوجد الأهلي، يوجد اللاعبين الكبار، يوجد المدربين الكبار، ولكن حتى إذا ذهب اللاعبين يبقى الأهلي هو الأهلي. فيوجد، فمن وجهة نظري حتى إذا ذهب لاعب كبير تبقى كرة القدم على مستوى.